في 3324 طفل فلسطيني تم قتلهم، 7000 طفل جريح و1000 طفل مفقود. هيدي حرب على الأطفال، حرب إبادة للأطفال، ويمكن مقصودة حتى ينسفوا هالجيل الجديد. أنت متخيل لما بتحكي مع طفل بقول لك أنا بتنفس؟ في غزة بتسأله كيف حالك بقول لك أنا بتنفس. بنحكي عن قرى بالمئات تغيرت أسميها ومعات لأصحابها. هل بتحلمي برأيك أنه حلمك رح يتحقق أنه يصير في دولة فلسطينية؟ هل خايفة أنه أيضاً هالمدن هيدي اللي بعدها متبقية والقرى أيضاً يجوا يصوتنوها ويعيشوا فيها؟ أنا بصراحة هاي الفترة عم بقرأ عن حصار لينينغراد، عن بقرأ التاريخ. التاريخ بيقول وبيثبت أنه مستحيل ظلم يعيش جنوب إفريقيا، فيتنام، في أمثلة كثيرة بالعالم. ما دام في فلسطيني واحد على وجه الأرض، فلسطين قضية فلسطين مستحيلة تموتش. لمين بتقولي عذراً؟ عذراً لأطفال فلسطين، عذراً خدمناكم، بس بتمنى بكرة يكون أحلى. جمانة عودي، مرحبا، أهلا وسهلا فيكي بهالبودكاست. أهلاً أهلاً ريكاردو، زمان عنك. كيف كانت ليلتك؟ بصراحة ما بنام، أنا شخصياً ما بنام، بحاول. الوجع كبير وعميق، ولأول مرة هيك يعني وجع فلسطين عمره 75 سنة أكبر مني. بس اللي عم يصير يعني ما بتصوروا عقل بني آدم، أنا هيك شايفته. بحكي مع أصحابي، أنت متخيل لما بتحكي مع طفل بقول لك أنا بتنفس؟ في غزة بتسأله كيف حالك بقول لك أنا بتنفس. يعني وين وصلت الإنسانية؟ أنا برأيي كثير منا فقد إنسانيته. يعني العالم يعني عيب إحنا كأطباء نقول مجنون، لأنه ما في كلمة بالطب اسمها جنون، بس فعلاً العالم بعض منا فقد عقله وما بتصرف بعقلانية أبداً ولا إلى علاقة بالإنسانية. أنا أم، بالنسبة إلي دموع الأميات زي بعض، ما مهم. وأنا بيدياتريشن، طبيبة أطفال، يعني عايشة عشان أساعد الأطفال يعيشوا، أعطيهم حياة، أدعمهم، أساعدهم. شو بقدر أقول لهم هلا؟ أنا برأيي كلنا، كل مثقفي ومتعلمي العالم، فشلنا بإننا ننقذ ولد أو نحمي ولد. جمانة، أنت أم طبعاً وعم تلاقي صعوبة كيف بدك تواجه الأمهات وتحكي مع الأمهات وتعزيهم للأمهات وتهديهم وتروقيهم. بتشوفي بالصراعات الكبيرة، بالمعارك النضالية الكبيرة، المشاعر الشخصية بتحكم فينا أم المشاعر الوطنية أقوى منا؟ أكيد أكيد فلسطين بتستحق، شعبنا بيستحق، غزة بتستحق. أنا كتير اشتغلت بغزة وكنت أحس بفرح ممزوج بالغضب، ممزوج بالوجع، بس كتير أي إنجاز كنت أعمله، حتى لو حكيت مع أم أو أنقذت حياة طفل أو ساعدت طفل، خصوصاً أنه أنا بشتغل مع أطفال عندهم إعاقة، أكثر شغلي مع أطفال عندهم إعاقة، فهدول الأولاد بس أشوفه بضحك أعتبرها إنجاز، بس أشوفه بيعمل أي شيء ما كان يعمله قبل هذا إنجاز مع الفريق يعني اللي كنا بنشتغل معه وما زلنا. بس طبعاً فلسطين بتستاهل، يعني بغض النظر قديش التضحيات. وأنا بصراحة لما بحكي مع مامات هاي الفترة بغزة وبتواصل معهم، أنا شخصياً بعجز قدامهم، لأنه فعلاً عندهم قوة مش طبيعية. يعني حتى لما زميلكم الأستاذ وائل بدحتوح لما مسك هذا، إحنا بالطب نسميه إنه هو الأدرينالين، هو الغضب، هو الوجع اللي بيخليه يتحرك، وما زال بتحرك، بس بكرة راح يكون عليه صعب. يعني هلأ الناس بقمة بذروة الألم بيقدروا يقدموا،
بيقدروا يقدموا كثير اكثر بجوز من الايام العاديه، مثل ما الدكتور ياسر، استاذ سهيله ترزي، زملائنا اللي بعرفهم كثير منهم، زائد الزملاء الصحفيين اللي يعني بيعرضوا حياتهم للخطر. بصراحه يعني ما بقدر اقول انه انا مرقت بالتجربه، مرقنا بشيء كثير كثير صغير خلال الانتفاضه الاولى والثانيه والاجتياحات، وكل يوم كل يوم هون بالضفة وبالقدس، بس مش زي غزة. بس معك حق، يعني في النهاية الحق لازم ينتصر. الحق لا طبعا، الحروب ما فيها منتصر بالآخر. الوجع والفقدان صعب. يعني امبارح كنت عم بحكي مع الدكتور ياسر، بقول له بكرة إيش بدنا نقول للمامات، شو بدنا نقول للأولاد اللي فقدوا أهاليهم. بس بما إنه يعني الواقف واضح انه الزمن ما بيخلينا ننسى، بس بجوز بخلينا نغفر، بجوز مش كلنا نقدر نغفر، بس كمان الزمن عم بيزحمنا، عم بينافسنا، عم بيصارعنا، بحاول يغلبنا، ونحن بنفس الوقت عم نحاول نتغلب عليه، نكون اقوى منه. حكيت مع الدكتور ياسر عن موضوع الصحه النفسيه، وسالته اذا بيشوف هو انه بالاوقات الكبيره، لأنه المعارك هي وقت كبيرة، هي معارك مصيرية، هي مثل ما قال محمود درويش، نكون أو لا نكون، يمكن ما قلنا حق أنه نحد، وبدنا نلجم عواطفنا، وبدنا نكون أقوى من الأسى والحزن والألم والدم، بس بيجي وقت بعتقد منضعف، قوانا كلها بتنكسر، ووقتا نحن بحاجة أن نلاقي نفسنا، نرمم روحنا، ونخلق توازن بحياتنا. حكينا عن وائل دحدوح، يمكن وائل اللي صار عنده هو انه كمل عم يحكي على الهوى، وكمل عم بغطي هالإبادة الجماعية هيدي، يمكن أصوات ولاده امتزجوا بصوته، وصار صوت ولاده وصوت زوجته وصوت حفيده كلهم جوقة واحدة من خلاله هو، ويمكن عطوه هني القوة حتى يكمل، لأنه برسالته كان في كتير من القيم السامية. هالشي شفني وهالشي لمسني، وائل صار جزء من حياة كل واحد منا. صحيح، زارنا كلنا، كنا معه كل الوقت قبل ما صارت مأساته، وبعد ما صارت مأساته كبرت قيمته عنا بعد أكتر. بس حتى قبل كان كل يوم ننطره كل يوم، لأنه الجزيرة حقيقة بدنا نكون مشكورين لها ونحييها، هي وكل الطاقم الصحافي والمراسلين قدرت غطت، وبعدها لهلأ عم تنقل الواقع مثل ما هو. جمانة، عرفتك أنا إنساني مشغوفة بعملك، مشغوفة بخدمة الناس، مشغوفة بزرع ابتسامة على وجوه الناس والأطفال بشكل خاص. اخترتي الأطفال المعوقين يلي عندهم حالات خاصة، اخترتي الصعب ما اخترتي السهل. أوقات أنت بتاخدي السيارة بتتركي بيتك برام الله، وبتروحي ساعات وساعات لتوسعي على القدس على مستشفى معين، لتاخدي مريض يكون في علاج كيميائي ناطره، وتاخدي مريض لمستشفى آخر في أيضا طبيب آخر ناطره لإجراء عملية. هل شغف بالخدمة، هل شغف بحب الآخر بيخلق مع الإنسان، أم يتمرس عليه ويتمرن عليه؟ كيف هالشي صار معك؟ الاثنين. أنا نوعا ما إنسانة محظوظة، كنت طفلة محظوظة كمان، بأنه انولدت لعيلة دافية بطريقة، يعني الدفى اللي أخذته من أهلي بتمنى كل طفل ياخده. ماما الله يرحمها كانت إنسانة بكل معنى الكلمة، وكانت أم ذكية، كانت ذكية جدا ماما، أعطتنا الباشن، أعطتنا الحب، أعطتنا الدفى. بابا الله يرحمه نفس الشيء، كان كتير حنون، يعطينا أعطانا الحرية نعبر عن حالنا. فأنا جزء منه، أهلي وسيدي كمان الله يرحمه، جدي كمان هو كان مثل أعلى بحياتي، حتى من أنا طفلة كان يشجعني أنشد، وكان عنده أوتيل صغير أوقف على الطاولة وأنشد قدام 20 رجال، وأنا عمري 6 سنين وسبع سنين. فأنا فعلا إنسانة محظوظة، أهلي صح لاجئين، أهلي وما زلت، أنا الجيل الثالث لاجئة، وحفيدي الجيل الخامس لاجئ.
فإحنا أصلاً القرية اسمها لفتة، اقتلعوا أهلي سيدي وستي وبابا وماما من لفتة وإجوا لاجئين على رام الله. انولدت بالقدس وعشت، انولدت بالقدس وهلا عايشة بين القدس ورام الله، أكثر بالقدس بس شغلي برام الله. هلا لما أنا نقيت أو اخترت مهنة الطب أو أدرس طب وأنا صغيرة، بابا وسيدي وكل العيلة شجعوني، هذا أعطاني يعني أكد على نفسي، أعطاني أكثر، قوى هذا الشعور عندي وحب الآخر. بس بضل بابا كان يتذكر يحكي لي قصص وأنا صغيرة، أظن هي كتبتها مرة لما كنت إحنا ساكنين قريبين من مخيم الأمعري، وصار في الشتاء شتت الدنيا كتير وصار صراخ أولاد، كان عندي بجوز 10 سنين أو 9 سنين، طلعت أنا وبابا نساعد الناس. يعني عندي هاي الشغف لحب الآخر والعطاء من زمان من أنا صغيرة، إلا إنه الطب طبعا مهنة كتير إنسانية، وأنا مش بعتبره فن، فنه أنت بتختاره مش كمهنة، بتختاره كموهبة، أسمى من كل شيء، أسمى من كل المهن، أسمى من كل ومش بزاود فعلا يعني. وفي ناس أعطوا حياتهم يعني فدوا أو قضوا كل حياتهم بهذا المجال. صراحة أنا امبارح كان عندي شغل بالمكتب بالعيادة هون بالمكتب بمركز الطب السعيد اللي أنا هلا فيه، متأخر بالليل، فلما رجعت على البيت لقيني زوجي بغني، سأغني 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 للفرح، وبغني فاليوم سواقني حرة فلأرحل محتلي، ومتحمسة. فبقول لي مالك صار لك ثلاث أسابيع ما ضحكتي؟ قلت له لأنه قدرت أخفف من وجع أكم من أم، كان عندي اجتماع مع أمهات وحبوا إنه نلتقي بالمساء وقعدنا وحكينا. فالريورد الرضا عن ما تعمل كتير بقويك لقدام. والحقيقة أنا كمان محظوظة إنه بقدر أعطي هذا ولو شيء كتير كتير بسيط لهدول المامات، يعني لو أمل، يعني لأنه عنا أطفال هون بالضفة اللي وضعهم كتير صعب، وبهاي الفترة كمان غضبانين. يعني عندي طفل، عنا طفل صرنا بنعرفه 6 سنين عنده أوتيزم توحد، وسيده وسته بغزة لما شاف الأحداث، بنعرف عمره كان 3 سنين لما اجانا وتشخص وعم يتعالج ووصل محل كتير حلو عمره 9، هلا رجع للمربع الأول لأنه بنادي على سيده وسته. يعني في شغلات ما بتنحكى ولا إلا تجربها، إلا تمرق هاي التجربة لتقدر تحكي عنها. من يومين أنا شاركت الجمهور الخطاب يلي ألقيتي بدبي وتحصلتي على جائزة تكريم لعملك الإنساني الجبار خلال مسيرتك اللي هي مسيرة ما بتشبه مسيرات غيرها، هي نادرة، وهي يمكن بنيتيها ورسمتيها وفصلتيها على قياسك أنت بهالخطاب هيدا يلي أيضا تم استعادته من آلاف الناس على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. شكرتي أهلك وحييتي والدتك وحكيتي عن بناتك وطبعا عن زوجك، وشفنا بهالفيلم القصير انت وعم تحكي كنت عم ترشفي والناس لاحظوا رشفتك انت وعم تحكي، وشفنا زوجك عم يتفرج عليك وعيونه مدمعة غرقانة بالدموع. أكيد ما بتنسي هاللحظات هيدي، وأكيد يمكن الفيلم شفتيه لأنه أنا بعتلك هي. أنت من الناس المحظوظين مثل ما قلتي، كان في عندك عيلة وبنيتي عيلة، اليوم آلاف الناس ما بقى في عندهم عيال، آلاف الأطفال صاروا لحالهم. الإحصائيات بتقول إنه في 3324 طفل فلسطيني تم قتلهم، 7000 طفل جريح، و1000 طفل مفقود. هيدي حرب على الأطفال، حرب إبادة للأطفال، ويمكن مقصودة حتى ينسفوا هالجيل الجديد وتصير غزة مدينة فقط للعجزة للكبار بالسن. لهالأطفال هولي أنت
ماما جمانة، أنت عندك بيت الطفل السعيد، كيف فيها جمانة عودي وكتير نساء مثلها يكونوا فعلا أمهات لهالأطفال، ويكونوا أو يخلقوا أسر بديلة لهالأطفال اللي فقدوا أسرهم؟ مسؤولية كتير صعبة، وممكن نعجز ايش ما نعطي لهدول الاطفال، نعجز عن انه تعطيهم، لانه جزء منهم راح فقد طفولته، مش بس فقد عيلته ولا فقد، يعني لما الطفل بيقول لك انا عايش، بعدين لما الطفل بيقول شو هالحياه، سمعناها كلنا على الشاشات، يعني فعلا شو هالحياه، يعني ليش جبتوني على الحياه لاعيش واتعذب هذا العذاب وهذا الوجع. هلا الإشي الحلو الوحيد بالاطفال انه شويه بنسوا، يعني مع الزمن زي ما قلت. هلا احنا قدامنا مسؤوليه كبيره كثير كمجتمع مدني، يعني كلنا بفلسطين، والمجتمع يعني المجتمعات اكيد اي انسان عنده نخوه راح يحس بقديش هدول الاولاد بحاجه. كل ما بينسالوا ما بيحكوا عن شيء مادي الحقيقه، ما بيسالوا عن المي والكهرباء والحياه اللي هي يعني المينيمم، اقل شيء ممكن يقدم لهدول الاولاد. راح يكون في عندنا أطفال عندهم غضب، عندهم حقد، عندهم انتقام. أنا شخصياً ومتأسفة بجوز بتأسف للإنسانية وبتأسف للأطفال، لأقولهم إنه أنا ضد الانتقام، ما بقدر. فقديش بقدر أنا كجمانة إنه أخفف عن هدول الأولاد اللي ما ينسوا بس يغفروا، بس ما يفكروا، لأن الانتقام بيجيب انتقام. أنا ضد أي نوع من العنف ضد أي إنسان، فما بال الأطفال كمان. راح تكون مهمة كتير صعبة، بعرفش ممكن تكون عاجزين قدام، بس أطفال غزة وشغلي بغزة حتى قبل، ومش عم بصور إنه هن أبطال، لا هن جواهم فعلا أبطال. ما عم ببالغ، يعني شغلت معهم ومثل يعني كل حتى الطفل الفلسطيني. لو أنا خليني أعطي مثال عن بناتي، أنا بتذكر تالا كان عمرها 9 أو 10 سنين لما انقصف بيتنا اللي برمضان، لأنه إحنا بالقدس أكثر عاشنا على أيتها. لما انقصف الصبح من بيت، لأنه قدامنا في مستوطن، من 12 بالليل لستة الصبح انقصفت كل المنطقة بما فيها البيت. الصبح بدها تروح على المدرسة، أخذت شاور طلعت فوصلناها. فبيحكي معي الأستاذ فائق، مسكوا هي اولاد الحاره اولاد الجيران كياس بلاستيك، قعدوا يعبوا كل واحد كم رصاصه ببيته، يعني شو هالجبارين. فلما راحت على المدرسه استاذها طلبت منه، في عندهم حصه شو اند تيل، طلبت من استاذها هو كان امريكاني، قالت له انا اي ونت بدي احكي، وقعدت تعد الرصاص وتقول قديش خافت وقديش تعبت وقديش ماما كانت تقولنا، وكلنا تحوشنا بمطبخ الجيران. وقالت له انه انا ضليت عابطة لعبتي وبنت الجيران، وماما تقولنا ولا يهمكم بكرة احسن، وراح ناموا الصبح راح يكون احسن. واجا الصبح وما في طخ، قعدت تقول وعمرها 9 أو 10 سنين كان. هلأ مثلا بنتي الثانية دانا الكبيرة لما كان عمرها كمان 10 سنين لما استشهد ابن عمها، وشافت دمه وشافت وين استشهد، كان عمره 16 سنة بعد مذبحة الحرم الإبراهيمي بال 1994، أخذت التراب اللي عليه دم ابن عمها فادي، حطته بأمينة وخلته بالبيت عندنا، وهي أولاد الجيران عبوا الحارة والبيت والسكن كل العمارة بصوره لفادي. بعد فترة ظلت متألمة ومتوجعة، أنا أنت الصور وكبيت التراب، كثير زعلت مني وقعدت فترة ما تحكي مني. بس أنا هلأ دكتورة بجامعة وعندها ولدين، أم قدرت عاشت وحبت وعملت عيلة، وعم تعطي لحد هلأ، عم بتحاول تخفف عن ألم الآخرين، لأنه هي عندها الدكتوراه تبعتها سايكولوجي كونسلينج. فيعني هاي مثل صغير من أطفال فلسطين وين وصلوا وين بين. بعتي لي رسالة كتبتي فيها وعبرتي عن آلامك عن جروحك، حكيتي فيها عن يومياتك كيف اتصلتي بأصدقاء لألك وشو اجاكي فيدباك من هنيك، وكنت مقهورة ومنحس أنه كان في دموع وكان في دم أيضا، كما أنه لو الإنسان
فينا هلأ اليوم يمكن نقصه ما بيطلع منه دم، وفينا بنفس الوقت نشوف الدموع عم ينزل فيها دم. حسينا بحجم الأسى بكتابتك، وأنا حسيت بهالشي، وأنت كنت بدك أنه هالرسالة يتم نشرها بإحدى الصحف الكبرى. أول شيء ده أخذ معك وقت تكتبي هالرسالة، وبحب أنك تشاركي الناس اللي عم يسمعونا هلأ وعم يتابعونا يعني بخطوط العريضة، وأهم ما دونتي بهالرسالة هيدي. الحقيقة هي رسالة سميتها أمل هوب، وكان وهي اسم الطفلة اللي كنت بحكي اللي ردت علي على التليفون بغزة، كان اسمها أمل هلأ وتعني الأمل هلأ. هي رسالة نوعا ما وجهها للغرب. صراحة الأدرينالين كتبها. أنا عندي صفة إنه لما أستفز ممكن أكتب أو أعبر عن نفسي بالكتابة، ولما بكتب عربي أو إنجليزي لما بكتب ما بحب أغير، يعني ما برجع بقرأها كمان مرة واحدة. إلي صديقة ممكن تعمل لي يعني بس الأدتينج على أساس اللغة الإنجليزية، بس غير هيك ما بغير. فما أخذتنيش كتير، أخذني بس أشوف أسمع الأخبار يعني بالساعة بلحظة، يعني زي زمان لما مثلا كتبت مقالة لما انتشرت في الانترناشنال هيرالد تريبيون لما استشهد محمد الدرة، فما قدرت إلا أعبر. ما أخذت كتير وقت، بس للأسف لحد هلأ رافضين، يعني لانست مثلا ومجلة طبية علمية موضوعية نوعا ما بعد ما شافوها رفضوا ينشروها، مع انه وعدوا اولا انه ينشروا او مش وعدوا، وافقوا ياخذوها مش وعدوا لا بعد، بس ما نشروها. ما بتاخذ كثير للتعبير عن الوجع، وجع لا يطيق العقل، زائد انه انا قلبي ما بتحمل مش بس عقلي، يعني عقلي قد يتحمل بس القلب ما بقدر اشوف. مع اني بشتغل مع اطفال، وانا حتى بالانتفاضه الاولى ما حدا كان يصدق، يعني اذا قدامي جريح ببقى أسد يعني لبقى، إذا حدا استفز طفل قدامي كمان ببقى لبقى، ما بوقف يعني، ولا بستسلم ولا بتنازل أبدا، لا عن مبدئي ولا عن بلدي ولا عن أولاد بلدي. بس بعدين بضع بعرفش اسمه ضع ببكي بجزء أول. جمانة، المرات القليلة أو النادرة التقيتك فيها كنت لابسة الزي الفلسطيني مثل هالزي اللي بستي هلا، وبذكر وقت استلمتي جائزة التكريم أصريتي تطلعي على المسرح وانت لابسه الزي الفلسطيني. طبعا كان موقف بدك تسجليه، هالموقف شو كان هو؟ نعم هذا هو شو. وعلى فكرة أنا حتى بالمطارات العالمية بمش ودائما بسمع شيء إيجابي، ومش بس كمان عندك كون فلسطيني، أي شعاري أنا فعلاً فلسطينية لعظمي وأفخر أفتخر. هلأ الثوب وكله يعني تصميمي، الثوب اللي لبسته في التكريم كنت مسميته فلسطين، لأنه كل عرق فيه من قرية فلسطينية، فهو تقريباً في إذا مش أكثر من 100 عرق، في 100 عرق أو 100، وكل عرق له قصة. هذا يعني جمال فلسطين ورونقها. ففعلا انا بالنسبه لي هاي هويتي، تقريبا 90% من ملابسي انا بصممها وكلها عليها، وتعني لي كثير. احس بفخر وباعتزاز وبعزه انه انا فلسطينيه وانحلت فلسطينيه، وهذا بيمثلني، دوبي بيمثلني، يعني بحس حالي مش جمانه اذا ما بلبس طقس بصراحه. كمان بتكريم كمان كان عندي غطى الراس اللي هو الأصل اللي لفته بلد أهلي كان يلبسون. جمانة، اليوم نحكي ومنتذكر، نحكي عن بيسان، نحكي عن الصفاد، نحكي عن قرى بالمئات تغيرت أسميها ومعات لأصحابها، ضياع تم سرقتها على عينك يا تاجر، العالم كله عم بيراقب وعم يشوف وهو صامت، حروب عديدة وخصوصا بغزة، انتفاضات عديدة، الناس عايشة بسجن كبير ما عندها غير السماء بتطلع فيها وبتحلم من خلالها، بترجع بعدين لأرض الواقع وبتتذكر
أن هي أسيرة، أسيرة السياسات الكبيرة والقمع والجبروت. هل بتحلمي وبرأيك أنه حلمك رح يتحقق أنه يصير في دولة فلسطينية بعد كل هالدم وبعد كل هالأسى؟ أكيد. أنا مش بس بحلم، أنا متأكدة، لأن الظلم ما عمره بدوم. 75 سنة وين وصلوا؟ يعني حتى إذا ما بدنا نحكي سياسة، بس حتى داخل إسرائيل الأصوات اللي عم تطلع المرة، إحنا مش بس يعني لأول مرة بيتوجعوا. أنا مش مع، يعني لا يعني إنه أنا مبسوطة إنه توجعوا، لا، أنا ما بدي حد بالعالم يتوجع، بس لما أنت بتجرب الوجع تحس فيه، بتحس بالآخر. يعني لما بيكون عدوك، أنا ذكرتها كمان بمقالة تانية، لما بيكون عدو الإنسان الكانسر، السرطان، وطفلين فلسطيني وإسرائيلي بقعدوا تحت نفس الظروف، بياخدوا نفس الدواء، بيعيشوا نفس الحياة، بيكون عندهم نفس الوجع، نفس الألم، نفس الدموع، نفس وجع الأمهات ودموع الأمهات، وبالآخر التنين بنتصروا على عدو واحد اللي هو الكانسر، قديش بيكون فرحهم عظيم. مستحيل. بس جمانة، بدنا نكون شوي واقعيين. جمانة، حكيت أنا وذكرت أسماء بعد القرى يلي انسرقت واتاخدت، وبعد في جزء صغير موجود وعايشين فيه أهل فلسطين. هل خايفة أنه أيضاً هالمدن هيدي البعد متبقية والقرى أيضاً يجوا يصوتنوها ويعيشوا فيها؟ كليتنا متذكر الفيلم يلي تم تصويره وقتها، منى كرد صورته، يلي تم انتشاره وين ما كان، وقتها بيجوا بيعملوا مقابلة مع شخص اسمه يعقوب إسرائيلي، بيقولوا شو عم تعملون؟ قالوا طلبوا مني اني اجي اقعد بهالبيت، ولو ما جيت انا كان اجي حدا تاني. اليوم اللي عم بيصير بدقوا على البيت بيقولوا اطلعي من البيت، البيت صار لنا. هل خوف هيدا برأيك بعد اللي عم نعيشه اليوم رح يتغير يتبدد؟ انا برأيي هذا الخوف خف او بدا يتبدد، لانه مستحيل. برجع وبقول انا بصراحه هاي الفتره عم بقرا عن حصار لينينغراد، عن بقرا التاريخ بيقول وبيثبت انه مستحيل ظلم يعيش. جنوب افريقيا، فيتنام، في امثله كثيره بالعالم، مستحيل الظلم. ممكن مش على زماني، على زمان احفادي، بس هذا اليوم لازم يجي، ومش بس لاني متفائله، لانه هذا اليوم لازم يجي، وممكن يجي حتى من قلب اسرائيل. يعني مستحيل الظلم هذا يستمر اكثر من هيك. لا، انا متفائله. لفتة ما زالت قائمة. أنا الجيل الثالث وحفيد الجيل الخامس، بقول أنا فلسطيني وأنا أصلي من وين، وبعرف بلده وبعرف جذوره. ما دام في فلسطيني واحد على وجه الأرض، فلسطين، قضية فلسطين مستحيل تموت. بتموتش، تتعذب، تتألم، بتعطي فيها دم ودموع ووجع، بس مستحيل تروح، بتضعش، بتموتش. حتى لو أراد العالم إنها تموت مش بحبني. جمانة، يعني أنت طبعاً دايماً في عندك حكمة بما تقولين، دايماً في عقلانية باللي بتقولي. في ناس عم يتابعوك هلا اليوم وهني منهم معك، في ناس ما بقى يأمنوا أنه في قضية فلسطينية، ما بقى يأمنوا أنه هالقضية إلى جدوى. في ناس فاتوا اليوم بمومنتم معين وخلص بالنسبة لألون هالشي ما عاد مهم. بقول لهم ممكن إنه إحنا خذلناكم مرات. قضية فلسطين قضية الأدى عادلة، بس للأسف مش دايما محامينها كانوا محامين أقوياء اللي يقدروا يوصلوها للعالم، ومرات كانوا أخطأوا محامين فلسطين أو قضية فلسطين أخطأوا كثير من المرات. بس مش ممكن كل الشعب يخطئ، ولا كل فلسطيني، ولا كل إنسان عنده ضمير بالوطن العربي أو بالعالم يخطئ. فأنا بقولهم متأسفين إذا إحنا في مرات وبعض المرات خذلناكم، بس ما بقدر أوعد، بس بتأمل وبتمنى إنه يوم من الأيام تغيروا رأيكم. وما بزعل أو يعني ما بستغرب ليش تغير رأيكم، بس ما ببرر كمان، لأنه قضية عادلة من هالشكل مستحيل تموت.
يعني يحكم الإنسان ضميره. أهم شيء، وهذا كمان كتبت عنه شيء، إنه مقالة، إنه ما نفقد إنسانيتنا، هذا اللي بدهم إياه، بس ما لازم نفقد إنسانيتنا. ما دام الإنسان عنده إنسانية بيحس بعدم العدالة، إنه ما في عدالة بقضية فلسطين. فعشان هيك أنا يعني هاي رسالة اللي ممكن أقدمها لأي إنسان اعتبر إنه أو حس إنه خذلني. ولا رفاق النضال شو بتقولي؟ بقول لهم فليمسي وطني حرة فليرحل بالتالي. سبب كل مآسينا الاحتلال، إذا ما في احتلال بيروح الوجهة القضية كلها. يعني لازم أهم شيء الاحتلال يرحل، بعد إحنا بندير بالنا على حالنا نقدر نقوم بها. لمين بتقولي شكرا؟ شكرا، بعجز إن أقول شكرا لكل إنسان في غزة، للـ2 مليون 300 ألف. بقول لهم شكرا اللي أعطيته الصورة اللي مليانة دم ودموع، اللي عم تصرخوا بضمير العالم، إنسانية العالم، إلا الحق بالحياة والحق بالكرامة والحق بإنه نعيش على أرضنا، اللي رفضوا يتركوا بيوتهم، اللي رفضوا ينزحوا، اللي رفضوا يغيروا تاريخ فلسطين ولا تاريخ القضية الفلسطينية. وبقول لك كل الطواقم الطبية، الطواقم الإعلامية، يعطيكم ألف عافية. يعني بتمنى أبقى معكم، وكل اللي بتعطوه فيش إنسان على وجه الأرض أعطاه. أنتوا ما ببالغ إذا بقول أنتوا مش بس أبطال، أنتوا عم تعطوا الإنسانية والعالم درس كل يوم، كل دقيقة بالتغطية. الدكاترة، الأطباء، الممرضين، التمريض، المسعفين، السوبريت، الأمبولانس، مش طبيعي اللي عم يعملوا، وما صارش بالحروب العالمية اللي عم بيصير. فشكرا لكل قطرة عرق نزلت من دكتور. لمين بتقولي عذرا؟ عذرا لأطفال فلسطين، عذرا خذلناكم، بس بتمنى بكرة يكون أحلى. جمانة عودي، شكرا، بأمان الله.